السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة، ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات مجروحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. تردد جديد وحصر ظهر على النيل سات لقناة سمارت كوميدي، والواضح من القناة تبقى قناة مميزة جدا. لو القائمة اللي عندك خلاف اللي أنا بشرح عليها بسهولة جدا، هتدخل الشرحات الموجودة داخل قناتي، ومن خلالها تقدر تضيف أي قناة أو أي تردد على جهازك، سواء إذا كان عندك ريسيفر عادي أو أي شاشة عرض بتحتوي على ريسيفر داخلي. من خلال الشرحات الموجودة هتقدر تضيف أي قناة على جهازك بكل سهولة. أما بالنسبة لقائمة الصن بلس، وأكتر من 90% من الأجهزة المين الموجودة في السوق. عشان نضيف القناة لو القائمة اللي عندك بالعربي، اضغط على زرار المنيو ووقف على كلمة تركيب واضغط أوكي. هيظهر لقائمة تانية فيها قائمة الترددات، بنزل عليها واضغط أوكي. وبالنسبة للتعامل مع القوائم الإنجليش، نفس الخطوات اللي عملناها بالنسبة للقائمة العربي. هضغط من الريموت على زرار المنيو وقف على كلمة انسليشن واضغط اوكي. هيظهر لي قائمة تانية وفيها كلمة ترانزبوردر ليست، بنزل عليها واضغط اوكي. ومجرد ما بدخل لقائمة الترددات هقدر اضيف التردد بتاعي. اما في حالة ما بضغط من الريموت على زرار المنيو وملقاش كلمة انسليشن، هضغط منيو واتحرك بالاسهم، هيظهر لي كلمة انسليشن اقف عليها واضغط اوكي، وانزل بعد كده على ترانزبوردر ليست واضغط اوكي. ومجرد ما ادخل لقائمة الترددات هضغط من الريموت على الزرار الأحمر واكتب التردد بتاعي 11595، وبنزل على معدل الترميز بخليه 27500، والخطبية بغارة بخليها في او فيرتيكال عن طريق السهم اليمين والشمال. بعد كده بضغط اوكي، واجي الخطوة اللي بعد كده وانا واقف على التردد هضغط من الريموت على الزرار الأزرق. هيظهر معايا قائمة فرعية مكتوب فيها كلمة سكان من فوق، ما بغارش فيها أي حاجة، كل اللي عمله اضغط على اوكي. وبالتالي الجهاز هيبحث التردد، القنوات هتنزل معاه بسرعة طبيعية، وبعد ما البحث يكتمل هيظهر لي رسالة فرعية مكتوب فيها سيف سيرش ريزلت. بتأكد ان انا واقف على كلمة يس واضغط اوكي من الريموت، هيظهر لي رسالة فرعية مكتوب فيها داتا سيفنج، بصبر لحد ما الرسالة تختفي من على الشاشة. ومجرد ما داتا سيفنج تختفي من على الشاشة اقدر استعرض قائمة القنوات بزرار اوكي، واروح لاخر القائمة الاقي قناة جميلة جدا مكتوب عليها سمارت كوميدي. اضافة جميلة ومميزة لقناة النايل سات، وده احدث تردد للقناة بتاريخ شهر 10 عام 2021. سمارت كوميدي موجودة على تردد 11595، معدل الترميز 27500، والقطبية في او فيرتيكال او راسي. التردد اشارته عالية وبيستقبل باطباق تبدأ من 60 او 70 سنتي، وايضا بيعمل على كل الريسيفرات وكل انواع شاشات العرض اللي بتحتوي على ريسيفر داخلي. سمارت كوميدي اضافة جميلة ومميزة جدا بأداء لكل محبين ومشتركين القناة اللي بيتابعوا معايا الترددات الجوية والحصرية اول باول. بكده حلقة النهاردة خلصت، واشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.